مساء الخير عليكم مابريس. انا الفنانه مطربه منى اسعد. انا اليوم متواجده في حفل تكريم الاعلاميين والصحفيين وبالنسبه لنادي الفنانين. وكل سنه كيف كيكرم الفنانين والمطربين والاعلاميين. وبالنسبه للحضور انا فقط اليوم ضفت شرف، وكيشرفني انني نحضر لهذا الرواد اللي عطاو الاعلام وعطاو الاذاعه وعطاو، يعني لي شرف كبير انني نكون معاهم. وبالنسبه للجديد انا درت جوج الاغاني، ميضه دحنا ومن بعد منها درت بارده بارده. وطبعا الاولى كلمات والحان الوليد الله يرحمه محمد الباشا وتوزيع رشيد محمد علي، والثانيه بارده بارده اللي محمى يجمع يدي اللي هي من كلمات سلوى الباشا والحان رضوان الديري وتوزيع الرائع رشيد محمد علي. الثالثه ان شاء الله غتكونوا انتم من الاوائل، غتطلق من دابا اسبوع باش يلا ان شاء الله في راس العام تكون يعني خدات شويه هذا. كانت من الثالثه تكون مفاجاه شعبيه مغربيه قح. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى انتم تشجعوني.